رجعنا لكم مره تانية على الهواء مباشره. كان معايا اللواء محمد التميمي، واتكلمنا طبعا عن ذكرى العاشر من رمضان وعن اهميه الخداع الاستراتيجي وعن اهميه كمان استخدامه في حتى فتره السلم. كان معنا النهارده الشيخ فتحي الزيات الداعيه الاسلامي وعن فضل المغفره، واتكلمنا عن قد ايه في العشر الاولانيين الرحمه، وبعد كده العشر التانيين المغفره، وبعد كده العشر الاخرانيين من رمضان هو العق من النار. كمان كان معايا دكتوره سناء ثابت، واتكلمنا في موضوع مهم جدا، ازاي الطفل يقدر يستغل اجازه الصيف في اشياء مفيده وممتعه، ما نقعدوش طول النهار على الايباد وعلى التلفزيون من غير ما يعمل حاجات مفيده، ومش لازم تكون حاجات مكلفه، ممكن يساعد في البيت وممكن ينظف اوضته وممكن يعمل حاجات على اليوتيوب، يرسم، يتعلم اله يعزف عليها، بس ما يبقاش قاعد بس كده نايم طول النهار وبيتفرج على التلفزيون طول الليل. نموذج الشاب المصري المخترع المبتكر العالمي، مش في مصر بس. ضيفي كان مصطفى سيد المبدع والمخترع، واتكلمت معاه عن اخر الاختراعات بتاعته، وبالفعل الاختراعات بتاعته اتنفذت، في عدد كبير من الاختراعات بتاعته اتنفذت، في ان هو ازاي يقلل من الطاقه، ازاي يحل محل الجنريتور او المولد الكهرباء لهذا الجهاز المخترع الجديد، الاختراع الجديد اللي اخترعه مصطفى سيد. اشرف، كنت سعيده جدا انا معاك النهارده، وواضح ان شهر 6 هنشوف فيه مفاجات كتيره وحاجات أكيد جميله. اكيد اكيد اكيد، ودايما في رمضان تلاقي دايما بيبقى فيه احداث كتيره، وان شاء الله احداث كتيره ان شاء الله تبقى خير على اهم حاجه تبقى إن شاء خير الله. خير باذن الله تعالى. ولك السلامه يا مصر، والخير دايما لمصر والامه العربيه كلها، وكل سنه وانتم طيبين، وشهر رمضان شهر الخير ويوم جميل ان شاء الله باذن الله. نهاركم دايما سعيد مليان بالامل والتفاؤل، وخلي بالكم الدنيا زحمه تحت، انا شايف زحمه رهيبه. انا مش شايفه زحمه قوي، مش زحمه ثانيه. اشوفكم بكره، باي.